في كل ايام تبادل الاسرى اللي فاتت كنا بنشوف عناصر من حماس وهم بيسلموا الاسرى للصليب الاحمر. امبارح بقى شفنا حاجه جديده، ظهرت عناصر من الجهاد الاسلامي في مكان تسليم الاسرى مع قوات حماس في تسليم الدفعه الخامسه من الاسرائيليين في غزه. ده بيقول ايه؟ ان المحتجزين اللي تم تسليمهم امبارح كانوا من ضمن اللي اسرتهم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد يوم 7 اكتوبر اللي فات. من الاخبار المفرحه بقى اللي شفناها، قوات الدفاع المدني في غزه طلعت طفله رضيعه من تحت الانقاض، الحمد لله. الطفله كانت عايشه بصحة كويسة رغم ان البيت اللي هي فيه متدمر تماما، انقاض مش فاضل منه غير انقاض. عشان كده كانت الفرحة كبيرة لما الناس اللي شاركوا في اخراجها لقوها عايشة. الحقيقة الطفلة اتولدت يوم 7 اكتوبر، اول ايام الحرب، عندها دلوقتي يعني 37 يوم. بس المحزن في الموضوع ان اهلها كلهم استشهدوا في القصف الإسرائيلي. الموجودين في المكان وثقوا لحظة انتشالها من تحت الأنقاض وقالوا مولودة في الحرب واتولدت من جديد بعد ما الكل قال إنها ميتة ميتة. ولكن التشبث بالأمل خلاهم يطلعوها وهي على قيد الحياة، الحمد لله. طفلة اسمها سلام أو سلام، مش عارفة، وبصرف النظر عن اسمها ايه، اللي اتمنى انه يكون سلام عشان يكون كده فيها الخير ويبقى في تحقيق للسلام على ارض الواقع في ارض فلسطين. اتمنى ان اهل غزه يكون عندهم نصيب من اسمها ويعيشوا في سلام بعد الجحيم اللي عايشين فيه.